من؟ من؟ أنا هند. هند يا سالم. هند؟ إيه؟ هذا الوقت؟ أنا آسفة يا سالم، أنا أدري إني أزعجتك بس. لا 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 أبداً، بس تعرفي أنت الوقت ليل، ما أقدر أقول لك دخل داخلك. أنا يا سالم جاي أخبرك، جاي أخبرك إني بتطلق من حمد. تطلقي؟ يا سالم بتطلق. أنا تعبانة، تعبانة كثير يا سالم، تعبانة، أرجوك ساعدني. ما في مثل البيت، بيت الإنسان الواحد يرتاح فيه بعد تعب. بس أنا راحتي هني في الحارة، الحارة اللي تربيت فيها يا سالم، يعني حياتك. هاي ايش قاعد تقولي انت؟ ها؟ لا اكيد انا احلم، الحلم سخيف بعد. رجع بيتك يا بنت الناس، رجع بيتك، ولا انا اللي بتعب اكثر. سالم انت تطردني، تطردني يا سالم. رجعي رجعي رجعي، ولا تحطمي بقايا من صورتك في داخلي. ارجوك ارجوك الله يخليك رجعي. سالم حرام عليك، أنا هند يا سالم، هند. لا 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 أبدا، حشا حشا إن أنت تكوني هند اللي أنا أعرفها. يلا يا ريت ما جاي يسكن عندي، يا ريت. أمرك عجيب يا أبو عبد الله، اللي يسمع كلامك ما يقول إنك طول الليل تحن في غياب ولادك. إلا حارب يا عيد، حارب كبر وما ينضحك عليه الحين بكلمتين، حارب صار رجال يفهم. يا أبو عبد الله، المثل يقول إذا كبر ولدك خاويه. من هين بياكل؟ من بيطبخ له؟ من بيغسل ملابسه؟ أنا ما أقدر على هذه الأشياء كلها، صوت رجال كبير ما أقدر. إن كان علي أنا وحدي، أنا حبة تمر تسدني وقميص وزار يستروني. حارب محتاج المصاريف يا عيد، أنت تعرف حالتي يا عيد، يوم في البحر وأسبوع على الفراش. هذا هو وصل حارب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الله بالخير. الله بالخير حارب. تأخرت يا ولدي. لا بس كان شوية عندي شغل، خلصته وقيت. تعشيت؟ الحمد لله أنا شبعان، بس حاس نفسي واجد تعبان، باغى أنام. عاد أبي الله أبوي بنسير بيت خلاص. يلا، إنك تعرفني كل يوم جمعة لازم أقوم من وقت. أسير أتمشى شوية على الكورنيش، وبعدين أمر روي. أتمشى هناك أقضي وقت لحد موعد الصلاة، أصلي وأرجع البيت. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. دائما محافظ على الفروض والواجب. بعد خايف عليه يا أبو عبد الله؟ مثل حارب ما ينخاف عليه. اي نعم. خير عم عيد، ايش السالفه؟ لا ابوي ماشي ماشي يا ولدي ماشي، عمك عيد الحين بدا يخرف اشوفه. يلا عيد ابوي بنسير عنك البيت. يلا خلا، يلا حارب، تصبح على خير. وانت من اهله يا ابو عبد الله. يلا تصبح على خير عم عيد. وانت من اهله يا حارب. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا.
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أبيل 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 تفضل. في شخصين يريدوا يقابلوك سيدي. ما عرفت اسماهم؟ عبد الله بن علي عظيم. انا كنت باغي اتصل فيهم بعد شويه، لكن زين يوم هم بانفسهم جو. خليهم يدخلوا. حاضر سيدي. تفضل. حضرة الضابط، ان شاء الله عرفتوا سبب الحريق. اهلا وسهلا الاخ عبد الله، مساء الخير. مساء النور. اهلا حضرة الضابط، اسمح لي انا اول ما دخلت ما سلمت عليك لان موضوع الحريق هذا شاغل بالي و... اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضل 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 استريح. الله يريح عليك. مساك الله بالخير حضرة الضابط. اهلا وسهلا، مساء الخير يا اخ سلطان. اهلا وسهلا بالاخ سلطان. سلطان سكرتير الاستاذ عبد الله. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا استريح. احسنت. الحقيقة يا أخ عبد الله، نعم، التقرير الأول عن الحريق موجود قدامي الحين وأنا قريته، لكن إيش يا حضرة الضابط، خير في شيء؟ في شيء لا سمح الله؟ الحقيقة الله يسلمك يا أخ عبد الله، إحنا إلى الحين ما قدرنا نتوصل إلى نتيجة. أغلب الأدلة تقول إنه ما ماس كهربائي. يعني إيش يا حضرة الضابط؟ بعض الشكوك انه الحريق متعمد. متعمد؟ كيف متعمد يا حضرة الضابط؟ انا متاكد ان الحريق سببه ماس كهربائي ولا ايش؟ وايش اللي يخليك متاكد يا اخي؟ ها والله يا حضرة الضابط اكيد اكيد ما بيكون سبب ثاني، صح يا سلطان؟ حضرة الضابط ممكن يكون الحريق بفعل فاعل. يعني ايش هذا الجلسة تقول يا سلطان؟ والله كمل كلامك يا اخ سلطان.
لا انا قصدي يعني ان الاستاذ عبد الله اعدائه كثيرين ومن مصلحتهم ان مثلا الاستاذ عبد الله يخسر. ممكن توضح لي كلامك؟ قصدي يا اخ سلطان تتهم حد؟ لا بصراحة أنا ما أتهم حد، بس أكيد في حد، أكيد في حد. يا حضرة الضابط لا تأخذ كلام سكرتيري سلطان بمحمل الجد، تعرف هو أكيد متأثر بالكارثة هذه أكثر من صاحب الشأن بنفسه. يعني تبغي تقول إنك أنت يا عبد الله ما متأثر؟ كيف ما متأثر؟ أكيد أنا متأثر، ربع مليون ريال غير الموجود في المخزن. يعني يا حضرة الضابط الأمور أكيد لازم الواحد يتأثر. طيب طيب طيب، عندكم كشوفات بالموجودات في المخزن ساعة الحريق؟ عندنا كشوفات نعم، بس الكشوفات احنا ما بجايبينها الحين، موجودة في الشركة، وبكرة سكرتيري سلطان بيجيب لك إياها وتقدر تستوفي منها كل البيانات. أنا 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 لأن أنا مسافر بكرة. على وين إن شاء الله؟ بنتي مريضة ما يخفى عليكم، ودنها للسفر للعلاج في الخارج. تروح وترجع بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. يعني يا حضرة الضابط أستاذ عبد الله ممكن يسافر يعني؟ نعم ممكن يسافر. زين يا حضرة الضابط، سلطان محلي أنا وعني ومني، أي استفسار أي شيء تريدوه تتصلوا فيه في الشركة ويقدر يوافيكم بكل شيء. نقدر نترخص الحين؟ نعم حياكم الله. طيب مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. أهلا وسهلا. كثر الله خير. حياكم الله. لحظة لو سمحتم. نعم يا حضرة الضابط خير، في شيء؟ ممكن تقول لي يا أخ عبد الله بالضبط نعم وين كنت ساعة الحريق؟ أنا يا حضرة الضابط كنت في البيت موجود، وكل في البيت يعرفوا إن أنا كنت موجود معاهم ساعة الحريق. وكيف سمعت بالحريق؟ والله يا حضرة الضابط سكرتيري سلطان هو اللي اتصل بي وخبرني عن الحريق. وانت يا اخ سلطان؟ انا يا حضرة الضابط كنت البس ملابسي علشان اروح اصلي الجمعة، وجاتني مكالمة من حد قالوا لي ان في حريق فرحت الى موقع الحريق. طيب طيب ممكن تروحوا، بس انت يا اخ سلطان رجاء ما تطلع من البلد علشان ممكن نتصل فيك في اي لحظه. حاضر يا حضره الضابط، مع السلامه. حياك الله. زين يا حضره الضابط اي خدمه علينا تامر بشيء ولا شيء؟ شكرا يا اخ عبد الله، نشوفك على خير ان شاء الله. مع السلامه. حياك الله. حياك الله. صباح الخير. أهلا صباح الخير. يعني ما سألتني وين كنت البارحة؟ ولا بأسأل، كوني وين ما تكوني أنا ما عاد يهمني شيء أبدا. صدقني يا حمد أنا ما أعرف إيش اللي خلاني أتصرف هذا التصرف. أنت من حقك ما تعبرني ولا حتى تشوفني، لأني ما استاهل. هند انتي وصلت بيش الجواء اني طلبي مني الطلاق، وعلشان ايش؟ علشان اني طلبت حق من حقوقي، طلبت اني اكون اب، طلبي الطلاق يا هند. انا حمد البارحة طلعت من البيت
وكنت حاطة في بالي إني ما برجع، لأني ما استاهل أجلس في بيتك ولا دقيقة واحدة. أتصدق يا حمد، يا أني جلست ألف في السيارة في الشوارع إلين 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 تعبت. بالأخير رجعت. تعرف ليش يا حمد؟ لأني قلت ما في مثل بيتي، ولا حتى بلاقي زوجي سامح مثلك. سمعي يا هند، وجودش معاي في البيت مرتبط بشرط واحد بس، انك تنفذي طلبي. وانا ما قلت لك؟ والحبوب، حبوب الموت اللي قاست بلعيهم كل يوم. الحبوب ود الحلال صار لي فتره ما استعملتهم، يعني اقول مثلا شهرين، حتى اكثر من شهرين. شهرين، وحتى في هذا تكذبي يا هند. أنا من ليلتين بعيني شايف إنك تبلعي هذا السم. هذا لأنك ما تعرف إني ما أبلعهم. أحياناً يا حمد إحنا الحريم علينا حركات، ترى أنتوا الرجاجيل ما تقدروا تفهموها، وخاصة عاد أنت، لأني يوم أجي أخذهم عشان أبلعهم أنت تشيح وجهك على جانب وما تشوفني، وأنا بعدين عاد أظاهر إني أبلعهم. صدقيني يا هند، ما أحب أشوفش أبداً وأنت تبلعي هذا السم، صدقيني. أنا ما كنت حتى اسال ابيل اناديها. اخاف اصدق وتكون هذه النهايه. اعتبرها يا حبيبي بدايه، وبدايه راح تظل على طول معك. هند، انت تعرفي شيء عن موضوع الفلوس؟ فلوس؟ لو انت عن ايش تتكلم؟ اقصد يعني يمكن يكون ابوش عنده. ايش في ابويته واحنا في ايش ولا في ايش؟ خليني اكون زوجة مخلصة وبس. ما اصدق يا هند، ما اصدق. يبغالي وقت طويل حتى اصدق. لك كل الوقت. أرجوش يا هند، خليني وحدي الحين. أرجوش. حاضر. حاضر يا حمد، اللي تشوفه. الو الو، لقاء مفتوح. لقاء مفتوح. لقاء مفتوح. لقاء مفتوح. نعم.
ايش اللي خلاك تغير اقوالك عند الضابط؟ ايش اللي خلاك تقولي ان الحريق فعل فعال؟ ليش؟ انا قلت كده لاني لمحت في عيون الضابط نوع من الشك، باين انه ما مصدق حكايه الماس الكهربائي. ايوه بس يا سلطان الواحد، تعال تعال تعال. بس احنا في الحاله هذه يطير حوالينا الشك. بالعكس، مجرد اصرارنا بانه ماس كهربائي يزيد الشك. وبما انه مثل ما قلنا بفعل فاعل، واحنا نثير هذه المسألة دون غيرنا، معناته ان احنا ما نعرف المسألة ايش فيها. والله ما اعرف ايش اقول لك يا سلطان، انا حاسس ان احنا تورطنا في المسألة هذه. لا تخاف يا ابو سناء، في وقت الورطة مثل ما تقول والوقت الحرج ممكن نتهم أي واحد. نتهم أي واحد؟ مثل من؟ من تقصد يا سلطان؟ أي إنسان تكون ظروفه وقت حدوث الحريق قريبة بدرجة تثبت اتهامه. أنا اللي يهمني يا سلطان، وبصراحة أقول اللي يهمني إني أطلع من هذه الورطة بأي شكل من الأشكال. أي ورطة الله هداك؟ أي ورطة؟ إحنا لحد الحين بعيدين حتى عن الشك. المهم أنت سافر بكرة وكل شيء إن شاء الله بيصير تمام. أهم شيء تحافظ على هدوءك، ولا تنسى لا تخبر حتى أقرب الناس إليك. حافظ على أعصابك، خليك هادئ. هالعموم أنا بستأذن. مع السلامة يا مسناء. أرجوش خليش جنب الأستاذ عبد الله، حاولي تخفف عنه. مع السلامة يا سلطان. تفضل. سيدي في شخص واحد يبغى يقابلك. ما قالك ايش اسمه؟ طيب خليه يتفضل. حاضر سيدي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ الله يسلمك. الله يسلمك. الظهر أنتوا أيضا تشتغلوا أيام الجمعة؟ مضطرين نشتغل أيام الجمعة والعطل ما دامت السرقات والحرائق بتحصل فيها. الله يخليك. تفضل استريح. تفضل. طال الله عمرك. أكيد ما حصلتوا على نتيجة التحقيق حتى الآن، لكن مع هذا أنا ما جاي في هذا الموضوع، جاي في موضوع آخر. تفضل. أنا فقط جيت تثير تساؤل يمكن ما خطر على بالك في زحمة التحقيقات اللي عندك. عفوا، ممكن توضح؟ ضخامة مبلغ التأمين سبب كافي عندنا احنا في شركة التأمين انه يكون عبد الله هو اول واحد يدور حوله موضع الاتهام. كم هو المبلغ؟ لو جمعنا المبلغ، يعني لو جمعنا قيمة المخزن مع المواد، بنحصل على 500,000 ريال، واعتقد انه هذا مبلغ كافي حتى يكون انه سبب تساؤل. طيب ليش تعتقد ان عبد الله ممكن يسوي كذا؟ هو تاجر معروف وكبير وله مكانته في السوق. رغم ان عبد الله تاجر كبير ومعروف في السوق وله مكانته، الا انه ما بهذيك السمعه الطيبه اللي نعرفها حن. في اشياء تدور حول تلاعبه وحيله،
ويكاد يمكن سمعتها أنت، وأنت قابلته كذا مرة عبد الله. نعم أنا شفته واكتشفت فيه شيء من الخوف وعدم التركيز. هذا هو، بتلاحظه أنه فقير ومسكين ومتمرض، لكنه ما بهذه الصورة. كلامك غريب، وفي كثير من المعرفة عن إنسان قد يكون أنت تعرفه أو شفته مرة أو مرتين. لاحظنا إحنا أيضاً في شركة التأمين لنا تحقيقاتنا الخاصة، وبعدين في شخص مثل عبد الله بندرسه قبل ما أنه نعمل له أي شيء. إذن حكاية مرض بنته حيلة أو وسيلة للتهرب من التحقيق. ليش هو قال لك أنه بنته مريضة؟ نعم، وطلب الإذن عشان يسافر. معنى هذا أنه بيأكد كلامي. اطلب لي منزل عبد الله بن علي الحين. حاضر. ايش اللي ناوي تعمله بالضبط؟ الحين بتعرف. مرحبا. مساء الخير. اهلا حضرة الضابط. خير ان شاء الله وصلتم لشيء. لا عبد الله انا اسف ابلغك ان مطلوب منك تاجيل سفرك لعلاج بنتك يوم ولا يومين. بس يا حضرة الضابط أنا لازم أسفر بنتي للعلاج في الخارج، تعرف حالتها خطيرة، وأنا مستعد إني أجيب لك شهادات من عند الدكتور اللي عالجها. أنا أسف، المسألة استغلت عليها بعض التطورات اللي تتطلب وجودك. مع السلامة. عبدالله مالك؟ أنا كنت شاك من الأول، شاك من الأول، قلت لن أجل المسألة. إحساسي بالنهاية كان أقوى، وهذه هي النهاية. إيش صاير؟ ما صار شيء. هي لعنة وحلت علي. من يوم ما رحت أنا وإخواني عند أبوه، أنا ليش رحت معهم؟ ليش؟ عبد الله أنت إيش اللي تقوله؟ هي اللعنة. من يومها وأنا أموري متلخبطة كلها. أبوي ويتصدم سيارة، يرقد في المستشفى وأنا ما عندي خبر. حارب ينطرد من بيت حمد. بنتي سناء، بنتي الوحيدة، أنا ما عندي غيرها. بتمرض وأنا عارف إن مرضها ميؤوس.
ها مالك وبه؟ ماشي يا ولد شوي عورت نفسي بس. يا دائما يا ابو عبد الله تروب الليخ وانت ما هنا. ايش اسوي يا عيد؟ اليوم من الصبح وانا ما مرتاح. عفوا علي اولادي تذكرتهم. كل يوم جمعه يا ابو عبد الله وانت كذاك. ما اعرف سر يوم الجمعه هذا ايش يا عيد. ما اتذكرني فرحت في هذا اليوم من يوم ما تركوني اولادي. باه انا جنبك ولا تعتقد اني في يوم من الايام بودرك مهما حصل. مهما حصل يا حارم مهما حصل. مالك وباه؟ اشوف في عيونك نظره حزينه. لا تهتم يا حارب يا ولدي، أبوك وأنت تعرفه دائما حزنه يسبق فرحة. صرت أخاف الفرح لا يجيني الهم بعده، وصرت أعيش الحزن حتى يكون لفرحي معنى إذا جاء. هذا إذا جاء. وباه أنت اليوم غير طبيعي أبدا. سنة يا حارب حليمة الصغيرة حلمتها البارحة عروس عروس. اللهم اجعله خير. على العموم يا ابوي هذا حلم جميل ان شاء الله. لا يا ولدي لا، هذا فال ما زين. كانها تقول لي جدتي حليمه هي اللي ابغاها تزف لي. هذا مجرد حلم يا ابوي مجرد حلم. الله يستر الله يستر، يا ليتني اقدر اسير اشوف. انا بسير عنك واذا كنت باغت معي. لا انا بسير يا حارة، لكن ما اليوم، بيجي يوم، بيجي يوم. ألو نعم مدام هند. لحظة من فضلك. وافقت؟ إيه بس بس إيش؟ فهمت اللي تبغاه بتحصله. وإيش المطلوب مني؟ أبداً، كل اللي مطلوب منك شيء بسيط بسيط جدا. ما عليك الا انك تتصل بزوجي في المكتب وتخبره بكل اللي شفته. واذا سالني من انا؟ يا اخي قول له فاعل خير. وايش الحكمه من هذا؟ انت نفذ اللي عليك والباقي خليه علي انا. بعد ما تنتهي من المهمة. حاضر. مع السلامة. شايف الشمس يا فتحية وهي تغرب؟ أنا مثلها، جاء وقت غروبي بس هي كملت يومها وأنا. أنت بتعيشي، سمعتي؟ أنت لازم تعيشي. أنا ما يهمني إني أموت، اللي يهمني إن أبوي ما يحزن وأمي ما تصيح. انت بتسافري باكر وتتعالجي
من يعرف كيف كثرة الطب تقدم في الخارج؟ أكيد أكيد في علاج. هذا إذا سافرت. كلام أبوي كان غريب، حس أنه متورط في شيء. سناء، أنا خبرت أحمد. لا، ليش خبرتيه؟ يا ربي أنا ليش كذا أعذب الناس اللي أحبهم؟ أعذب أمي وأبوي وأحمد. أحمد ما مصدق، ولا حتى حد ممكن يصدق. أكيد غربت الشمس. أقوم أولع النور. لا خلي، بتحصلي شمعة في الدرج ولعيها. من جايته؟ ممكن يكون أحمد. أحمد؟ جاي؟ قال إنه بيجي اليوم. اليوم؟ أستاذ عبد الله موجود؟ Yes sir, he is waiting for you. Thank you, come on. مساء الخير. أهلا سلطان. خير أستاذ عبد الله، في شيء؟ أنت وصلت؟ تفضل السرير. إيه. ولا لحظة، بنروح المكتب. عن إذن جاية. أعمل لكم شاي ولا قهوة؟ لا لا ما في داعي، تفضل تفضل. طالع فوق أمش، ممكن جاء تأخذ رايش. لا ما أظن، ما أظن الأمر بيمشي بهذا الهدوء. مكان هادي، بدأ يبرد. إيدش باردة. لينا لينا. أمي جاية. جلست بالظلام، ما مولعت النور. سلطان، انت مطمن من هديب هذا اللي جالس تكلمني عنه؟ هديب هذا ما لازم يروح الشرطة، لأنه ما بيستحمل كلمتين من الضابط وبيعترف. إيش اللي جالس تقوله يا سلطان؟ إيش اللي جالس تقوله؟ لأول مرة تغلط يا سلطان، لأول مرة، أول مرة. أنت من المفروض إنك ما تعتمد على هديب هذا. كنت تنفذ الأوامر بنفسك، إيش اللي خلاك تغلط؟ لا تخاف، هديب ما راح يوصل للشرطة. كيف ما راح يوصل الشرطة؟ الله يهديك يا سلطان. طيب إذا سألك الضابط الحارس يوم الجمعة وين كان موجود، إيش بتجاوبه؟ إيش بتقول له؟ خبرني. ما أخذ إجازة، شل أولاده البلاد، أكثر من كذا ما بيعرف. وبعدين هديب هذا بنفسه ما راح يزيد أكثر من كذا. أنت متأكد؟ أنت اسمعني سلطان حبيبي، أرجوك سلطان اسمعني زين، أنت لازم تساعدني.
أنا لازم أسافر باكر، يعني لازم أسافر أرجوك. بتسافر بتسافر، ليش غايب؟ المسألة فيها مجرد التباس، يعني تحقيق بسيط وبس، وبعدين أنت بكرة بتروح الطبيب وبتجيب شهادة تثبت أن بنتك سناء مريضة، أو بالأحرى أنا بروح عند الدكتور وبجيب الشهادة بنفسي بكرة خلاص. Thank you.